يعاني سكان منطقة جمعية المناطق الحرة بمرحلتها الثانية أي النصف الثاني غياب البنية التحتية والخدمات، فالشق الثاني من الإسكان بلا شبكة مياه شرب برغم من أنها لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن مختلف المناطق الحيوية في العاصمة عمان. طبعا تكلفة مادية عالية بتكبدها السكان جراء شراء المياه من خلال الصهاريج الخاصة، لا سيما أن المشكلة قديمة جديدة وتستمر دون حلول. وعلى الرغم من مطالبات الأهالي المتكررة بإيجاد حلول، لكن حتى هذه اللحظة لا شيء. التفاصيل في التقرير التالي. يعاني قاطنو إسكان جمعية المناطق الحرة بمرحلتها الثانية قرب طريق المطار من ترهل البنية التحتية وغياب الخدمات في منطقتهم غير المشمولة بشبكة المياه المنزلي، بالرغم من أنها لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن مختلف المناطق الحيوية في العاصمة عمان. التكلفة المادية الكبيرة للحصول على المياه من خلال الصهاريج الخاصة أرهقت جيوب الأهالي وأوقعت عبئاً كبيراً على عاتق السكان، لا سيما أن المشكلة القديمة الجديدة تستمر دون حلول، بالرغم من مطالبات الأهالي المتكررة بالتخفيف من وطأة هذه المعضلة. أنا صاري ساكنة هون بهاي المنطقة بجمعية المناطق الحرة صاري 28 سنة، لهاي اللحظة ما عندنا خدمات، لا مي لا شوارع. بنراجع الجمعية بتحكي البلدية والبلدية بيحكوا الجمعية، ما بعرف شو المشكلة وين، ما بعرف. حال الطرق الكارثية في المنطقة أرغم عددا من الأهالي على تعبيد مساحات محدودة أمام منازلهم وعلى نفقاتهم الخاصة للتمكن من الوصول إليها والتنقل بأقل الأضرار. الشوارع يعني هي الجمعية لما تأسست من 40 سنة عملوا محدود شارعين أساسيات، بس مش مربوطين في الخارج، يعني مش ما بربطونا برا الجمعية أو برا المنطقة السكنية. فهاي بالشتاء يعني الباصات اللي بيجوا ياخذوا الاولاد بيرفضوا يجوا ياخذوا الاولاد، بقول لك يا عمي احنا بدي ادمر باص انا عشان اجي اخذ، فيش مش مزفتي، كيف بدنا نيجي؟ التاكسي اذا بيجي بنجيب اوبر او تاكسي بيجي بوقف على اخر الشارع، بقول لك شو بدي، ما بقدرش افوت انا هاي المنطقه، ما بقدرش اوصلها. بين هذا وذاك تبقى معضلة الأهالي مستمرة وسط ضياع مساعيهم بين مكاتب بلدية ناعور وشركة مياهنا ومكاتب جمعية المناطق الحرة دون تحديد الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات لهم، شأنهم شأن سكان أراضي الجمعية بمرحلتها الأولى المغطاة بجل الخدمات. أسامة الخطاطبة، رؤيا. إذن من هنا نبدأ ينوه إلى أن مسؤولية إيصال الخدمات وإنشاء البنية التحتية تقع على عاتق جمعيات الإسكان التي تقوم بشراء الأراضي وبيعها للمواطنين. طبعا هذا الكلام بعد تواصل من هنا نبدأ مع عدة جهات حكومية أن وفقا لأحكام القانون تلتزم هذه الجمعيات بإيصال الخدمات كشرط للموافقة على شراء أراضي بغرض السكن. نرحب بالسيد أحمد الجرابعة وهو نائب رئيس جمعية إسكان موظفي المناطق الحرة. يعني علمنا من جهات رسمية أنه مسؤولية إيصال الخدمات هي على عاتق الجمعية، ردكم. مساء الخير اولا. اهلا وسهلا. في بدايه نهايه الحلقه يعني انت التقرير اللي اتفضلتي فيه، نعم، انه تقع المسؤوليه على عاتق الجمعيه للجمعيات اللي تم انشاء حاليا. احنا الجمعيه تاسست سنه 1980، نعم، وفي حينها طلب مجلس التنظيم الاعلى كان تابع لحد الان تابع لوزاره البلديات، يطلب منا طلب منا تعليمات من النبتذة يعني. فكانت الجمعية المرحلة الأولى 143 عضو والمرحلة الثانية 171 بمجموع 314 قطعة تم توزيعهم على الموظفين اللي كانوا مشتركين بالجمعية من وزارة المالية، من رئاسة الوزراء، من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية. فمجلس التنظيم الأعلى يشترط في حينها، يعني انت اللي تفضلت فيها نهايه التقرير الجمعيات الجديده اللي تنشا، اما الجمعيات السابقه تشترط تقديم مخطط من مساح مرخص بافراز القطع للافراز وتحديد مسار للشوارع في كل مرحله بخدمات اللي هي المنافع العامه بنسبه
34% من شوارع وخدمات وتسجيلها باسم الجهات الدوائر الحكومية ذات العلاقة. طبعا لجنة الإدارة في حينها تم تقديم المعاملة إلى مساح مرخص وتم إنجازها وتم تنازل عن الخدمات باسم الدوائر ذات العلاقة مثل وزارة التربية والتعليم، حديقة للجمعية باسم وزارة البلديات، مسجد للجمعية باسم وزارة الأوقاف، ومركز صحي باسم وزارة الصحة. يعني الذنوب منه 35% اللي هي المنافع العامة والشوارع. نعم. في حينها تقدمنا بالطلب، تم الموافقة على المشروع تبعنا، فتحنا شوارع داخلية في حين لم يكن ولا بيت مبني يعني ولا معمر، فلم تكن لا كهرباء ولا مي. احنا بالاصل احنا جمعيتنا جمعية مش ربحية، احنا هي خدمة للموظفين. نعم. وصلت الصورة بالكامل سيد احمد الجرابعة نائب رئيس جمعية اسكان موظفي المناطق الحرة، وانتقل مباشرة الى السيد مزيد المساعفي رئيس بلدية نعور. هل هناك ما يقع ضمن حدود البلدية وعلى مسؤولية البلدية؟ الله يسعد مساكي ويسعد مسا اخونا المتحدث. بالنسبه للموضوع اسكان جمع المناطق الحره اعتقد، لانه انا صحيح الان انا سمعت نص المكالمه لاني ما انا كنت كان تلفوني خارج الاتصال. سيدي انا بالنسبه لموضوع الجمعيات اللي بدهم يطلبوا ميه وكهرباء، الان هم خارج حدود التنظيم وداخل حدود بلديه ناور. الاخوان لما قدموا للجمعيه هاي كانت مناطق سكنية، ولغاية الآن هي خارج التنظيم بأحكام سكن جمعيات. سكن الجمعيات من المفروض أنه صاحب الجمعية هو اللي يوصل المية على حسابه الخاص، يوصل الكهرباء، يوصل الشوارع، تزفية الطرق، المداخل، المخارج، تأمين الحاويات، كل شيء. إحنا كبلدية بالقانون علينا حاليا فقط أنه يصير موضوع النفايات نظافة عامة. ما إن دخل بالنسبة كبلدية انه شرطين التنظيم الاعلى انه صاحب الاسكان هو اللي يقدم كل الخدمات للاسكان. نعم. لذلك هو تم اعطائه احكام جمعيات، احكام خاصه جمعيات. يعني سكن جيم كل اعتقد كل نمره 500 متر. نعم وصلت الصوره. هم السكان عارفين الاشياء. نعم وصلت الصورة بالكامل. أشكر رئيس بلدية نعور السيد مزيد المساعفي، وبالتأكيد سنعيد طرح هذه القضية مرة أخرى في حلقات يوم السبت التي نخصصها لمتابعة كل القضايا التي حلت والتي نتابعها والتي ما زالت عالقة أيضا.